الجزائر وإفريقيا محور اليوم البرلماني الذي كان فرصة لمختلف المتدخلين لإبراز دور الجزائر في تحقيق الاستقرار الأمني في المنطقة ومواجهة مختلف التحديات الأمنية. والجزائر اليوم وبما توفر لها من إرادة سياسية وما تعزز من مؤسسات دستورية وبقوة جيشها تملك أيضا رؤية جديدة لزيادة دورها الفعال في القارة الإفريقية، وهي تدرك أن للتنافس الدولي على القارة والتكالب عليها له من انعكاسات والتداعيات الجيوسياسية عليها، لذلك يتحرص على أن يكون لها من الحضور القوي لتقوية التضامن الإفريقي. ورئيس عبد المجيد تبون أكد في أكثر من مناسبة على هذا التوجه. على غرار المقاربة الأمنية، فإن الجزائر تطرح على المستوى الدبلوماسي استراتيجية واضحة لمواجهة التهديدات الأمنية في إفريقيا، خاصة على مستوى دول الجوار، استراتيجية تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان وترسيخ روح التعاون وتبادل التجارب. موضوع يشكل رهان وتحدي للجزائر بالنظر لما يجري في جوارنا الإقليمي وما يجري أيضا على الساحة الدولية. حاولت من خلال هذه المداخلة أن أستعرض التهديدات الأمنية التي تعيشها الجزائر جراء الأوضاع في محيطنا الإقليمي. نشهد نهوض جزائري شامل سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الدبلوماسي والخارجي كذلك، وهذا النهوض الخارجي يشمل أفريقيا وهي من أولويات الدبلوماسية الجزائرية سواء على الصعيد السياسي أو الأمني أو الاقتصادي كذلك بما فيها الثقافي. المشاركون أجمعوا على أن مواجهة التحديات الأمنية في إفريقيا في ظل الوضع القائم يجب أن تقوم على مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأمنية الدبلوماسية والاقتصادية معاً.